السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نكمل الدرس في تعليق الموجز على سنن الإمام النسائي أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى، وهذا الدرس هو الثامن، وهو يعقد في جامع الراجحي بمدينة الرياض. والتعليق هو تعليق مختصر على سنن النسائي، وهو يعتبر هذا الكتاب من دواوين الإسلام، وهو من الكتب الستة بعد البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وابن ماجة. يأتي عندنا من كتب الستة اللي يهتدون الإسلام والموطأ، يأتي سنن النسائي. وقد توقفت عند قول النسائي في كتاب الطهارة: باب النهي عن مس الذكر باليمين عند الحاجة. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: أخبرنا يحيى بن درست قال أخبرنا أبو إسماعيل وهو القناد قال حدثني يحيى بن أبي كثير إن عبد الله بن أبي قتادة حدث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه. والحديث هذا صحيح، والإسناد هنا عند النسائي إسناد حسن من أجل أبي إسماعيل القناد، وهو إبراهيم بن عبد الملك البصري، والمقصود في السند أبي قتادة هو الحارث، ويقال عمر أو النعمان بن بربعي الأنصاري. والحديث في السنن الكبرى كذلك عند النسائي وعند أحمد وأبو داود وغير ذلك ومسلم. إذن هذا الحديث حديث صحيح، والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه، يعني حال الاستنجاء نهى النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدنا الخلاء أن يمس ذكره بيمينه، لأن اليمين وضعت للتكريم ولم توضع لإزالة الأذى. وأما اليسرى فهي تكون ضد التكريم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. فالنهي هنا حال الاستنجاء عن الاستنجاء باليمين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجي الواحد منا باليمين وهو يقضي حاجته، مع أنه قد يحتاج إليها، في من باب أولى ألا يمس ذكره بيمينه خارج الاستنجاء. أما كون الشخص يمس الذكر من خلف، يعني حجاب مثلا خلف من خلف الثياب، فهذا الأمر يختلف الأمر بخلاف ما لو مس الذكر مباشرة بدون حوائل، هذا هو المنهي عنه. ثم أتى بالحديث الذي بعده، وهو حديث قال: أخبرنا هناد بن السري عن وكيع عن هشام عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. والحديث هذا إسناد صحيح، والمقصود بقوله قول النسائي وكيع هو وكيع ابن الجراح الرؤاسي، والمقصود بهشام هنا هو الدستوائي. والحديث هذا عند مسلم عن يحيى بن يحيى عن وكيع بن الإسناد، وهو عند أحمد والبخاري منطلق عن هشام الدستوائي، بزيادة النهي عن التمسح باليمين والتنفس في الإناء.
إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. فمعنى ذلك أن الشخص منهي أن يستعمل اليمين حال قضاء الحاجة إلا عند الضرورة، فهذا الأمر يختلف. ثم قال النسائي رحمه الله تعالى: باب الرخصة في البول في الصحراء قائما. قال: أخبرنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. والحديث هذا إسناده صحيح، والمقصود بإسماعيل هنا هو ابن إبراهيم بن مقسم المعروف بابن عليا، معروف بابن عليا السلام. والمقصود بسليمان هنا هو بن مهران الأعمش، وهو بوائل هو شقيق بن سلمة. وهذا الحديث يخبر فيه حذيفة رضي الله عنه، وهو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر حذيفة بن اليمان بأسماء المنافقين، فيخبر حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم. السباطة مثل المكنسة والتي يلقي فيها الناس يعني يلقون فيها المزابل وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى هذه السباطة فبال قائما صلى الله عليه وسلم. ثم تحدث أهل العلم ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يبول قائما. فقال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم دائما من عاد يعني من 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 يعني من دأبه عليه الصلاة والسلام أنه إذا تبول يبول جالسا باستمرار، أنه ما يتبول إلا جالس. لكنه حصل منه هذه المرة أنه أتى سباطة قوم فبال قائما. فتحدث العلماء عن هذا الموضوع، لماذا بال قائما؟ قالوا: لعله يريد أن يبين الجواز، جواز البول قائم، بشرط أن يأمن الإنسان رشاش البول وتلطخ الثياب والجسد بالبول، وكذلك يأمن أنه يستر عورته عن الناس، لأن من أسباب عذاب القبر كما سيأتينا أن الشخص لا يستنزه من البول ولا يستتر من البول كما في الرواية الأخرى. وكذلك من أسباب عذاب القبر أن يمشي الشخص بين الناس بالنميمة، يعني ينقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قيل أنه عليه الصلاة والسلام بال قائما لبيان الجواز، وقال بعضهم بال قائما لأنه كان يحتاج إلى ذلك حيث ضاق عليه أو ضيق عليه البول، وكان من عادته أن يبعد عن الناس ويتستر، لكنه في هذه المرة لما اضطر واحتاج إلى ذلك بال قائما صلى الله عليه وسلم. وكان بوله قائما أيضا متسترا كعادته، وكان أيضا يعني مستنزها عن البول أن يلطخ ثيابه أو جسده صلى الله عليه وسلم، لأنه ضرب أروع الأمثلة بالأخلاق والنظافة صلى الله عليه وسلم. فقالوا لعله احتاج إلى ذلك، وحبس البول فيه من المضرة، لأن البول حبسه سموم ينعكس على الجسد. فاضطر صلى الله عليه وسلم أن يبول قائما، حيث قيل أنه أشغله قوم من الناس يكلمونه فضاق عليه الأمر فبال قائما. فهو لم يفعل هذا المرة إلا مرة واحدة تقريبا، هذا الذي أذكر. وقال بعضهم لعله فعل ذلك لوجع، كان وجع الصلب أو وجع بمئبضه أو وجع في الركب، وقيل غير هذه الأقوال. فالمقصود يؤخذ من هذا أن الشخص إذا أمن رشاش البول وأمن كشف العورة جاز له البول قائما. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما ورد عنه أنه دائما كان يبول عليه الصلاة والسلام جالسا صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة
عن منصور قال: سمعت أبا وائل أن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. والإسناد الصحيح. والمقصود في قوله محمد، المقصود به محمد بن جعفر، ومنصور في السند منصور بن المعتمر، والحديث عند أحمد والبخاري وغير ذلك. ثم قال: أخبرنا سليمان بن عبيد الله قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة عن سليمان ومنصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مشى إلى سباطة قوم فبال قائما. والحديث هذا إسناده صحيح، ومقصود ببهز ابن أسد العمي، والإسناد هذا إسناده صحيح. قال سليمان في حديثه: ومسح على خفيه، ولم يذكر منصور المسح. وهذا واضح الكلام. ثم قال: باب البول في البيت جالسا. أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا. والحديث هذا صحيح. والمقصود بشريك هنا في السند شريك بن عبد الله النخعي، وإن كان في حفظه شيء توبع. وشريح هو ابن هاني، والحديث في السنة الكبرى وهو عند الترمذي عن علي بن حجر بهذا الإسناد إلى آخره. فالآن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها تقول: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه. وعندنا حديث حذيفة الذي قبل قليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم بال قائما، كيف الجواب عن هذا؟ يقال: ما في تعارض، لأن عائشة رضي الله عنها تكلمت رضي الله عنها وتحدثت بما رأته من النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في البيت يبول قائما صلى الله عليه وسلم، لأنها تراه زوجته صلى الله رضي الله عنها. أما خارج البيت فقد بال قائما كما في حديث حذيفة، فهي لم تره، ولذلك قالت فلا تصدقوه، لأنها لم تره صلى الله عليه وسلم يبول قائما في البيت، فقالت هذا القول رضي الله عنها وارضاها. فليس هناك تعارض بين الحديثين. وقد روى الطبراني في الأوسط عن سهل بن سعد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول قائما، وروى الحاكم والبيهقي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمبضه. فيحتمل أن تكون هذه المرة التي كان معها وفيها حذيفة، ويحتمل أن تكون غيرها. وفي مصنف ابن أبي شيبة عن مجاهد قال: ما بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما إلا مرة في كثيب أعجبه. إذا معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يبول جالسا، إلا في هذه المرة بال قائما مع أنه تستر عن الناس واستنزه من البول أن يصيب ثيابه أو جسده صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله عنها تكلمت بما علمته وهكذا. ثم الحديث الذي بعده وهو باب البول إلى السترة يستتر بها، لأنه ينبغي للشخص بل يجب عليه، إذا الآن موجود الحمامات الحمد لله تستر الناس، لكن إذا كان الإنسان في الصحراء يتستر عن الناس إما بكثيب أو يتبول في منخفض من الأرض لئلا يراه الناس ويبعد عنهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعد عن الناس من أخلاقه لئلا يسمع منه صوت أو يوجد منه رائحة، وهذه أخلاق الإسلام، أو يكون معه شيء يستتر به سيارة أو أي شيء يستتر به عن الناس، هذه أخلاق الإسلام. فهنا قال النسائي: باب البول للسترة يستتر بها. أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كهيئة الدرقة، فوضعها ثم جلس خلفها فبال إليها، فقال بعض القوم: انظروا يبول كما تبول المرأة.
فسمعه فقال: وما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم شيء من البول قرضوه بالمقاريض. فنهاهم صاحبهم فعذب في قبره. وهذا الإسناد صحيح. والمقصود بأبي معاوية هو محمد بن خازم الضرير، والمقصود بالأعمش هو سليمان بن مهران. والحديث عند أحمد وابن ماجه وابن حبان من طريق أبي معاوية الضرير بهذا الإسناد، وهكذا. ومعنى هذا الحديث الذي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابي عبد الرحمن بن حسن هذا الذي معنا، وهذا عبد الرحمن بن حسن هو أخو شرحبيل بن حسنة، وحسنة اسم أمه، اسم لأمهما، واسم أبيهما عبد الله بن المطاع. وليس لعبد الله هذا، وليس لعبد الله في الكتب الستة سوى هذا الحديث الواحد عند المصنف وأبي داود بن ماجه، وله في غيرها حديث أخر. وذكر الحاكم المستدرك أنه لم يروي عنه سوى زيد بن وهب، وتعقب بأنه روى عنه أيضا إبراهيم بن عبد الله بن قارض، وروايته عنه في المعجم الطبراني. أقول قوله ليس لعبد الله إلى آخره كذا بنسخة المطبوعات المصرية والهندية، لكنه من سهو الناسخ، والصحيح ليس لعبد الرحمن إلى آخره كما هو الظاهر. كان بعد ذلك صاحب التعليقات السلفية على سنن النسائي. هذا الحديث معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الرحمن بن حسن الصحابي يقول انه خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده كهيئة الدرقة. المرود الدرقة يعني مراد بها الترس اذا كان من جلود وليس فيه خشب من وليس فيه من خشب ولا عقب. وذكر القزاز انها من جلود دواب تكون في بلاد الحبشة. فوضع هذه صلى الله عليه وسلم الدرقة، يعني سترة يستتر بها الرسول إذا أراد أن يتبول عن الناس من أخلاقه. ثم جلس صلى الله عليه وسلم خلف هذه السترة ليتبول، فبال إليها، يعني جعلها سترة بينه وبين الناس من أخلاقه. فقال بعض القوم: انظروا يبول كما تبول المرأة، يعني يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان عند العرب، كان العرب عندهم أن الواحد يبول قائما عادي عندهم في الجاهلية، وكانوا يقولون أنه ما يبول الشخص جالس إلا هذا عند النساء، لأنهم في جاهلية جهلة ما يهتمون بموضوع التستر ستر العورة. حتى كانوا في الجاهلية يطوفون حول البيت الحرام عرات، يطوفون عرات. فكذلك كانوا أيضا لا يهتمون بستر العورة، ولا يهتمون بالتوقي من النجاسة وتلطخ النجاسة، أن يتلطخ الواحد ثوبه أو جسده بالنجاسة. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الهيئة، قيل إن الذي قال هذا القول منافق من المنافقين، قال عن الرسول انظروا إليه يبول كما تبول المرأة. وقيل إنه رجل عادي، يعني رجل مسلم لكنه قريب الإسلام، يعني توه دخل في الإسلام، يعني دخوله في الإسلام قريب، ولم يكن يعلم أن السنة أن الإنسان يتستر في حال قضاء الحاجة، وأنه يستنزه من البول، وكان حديث العهد بالإسلام. فقال لما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا القول، قال: وما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل؟ معنى الكلام هذا أن من الآثار والمشقة التي كانت على اليهود أن الواحد منهم إذا أصاب ثوب أحدهم نجاسة قرض بالمقاريض وقص النجاسة، قصها. والنصراني يبقي النجاسة، والمسلم دينه وسط، يبقي الثوب لكنه يغسل موضع النجاسة من الثوب. فجاء واحد من بني إسرائيل، لما أمر بني إسرائيل، يعني لأنهم كان عليهم الآثار، وأنتم تقرؤون في القرآن لا تحمل إصرا كما حمل إصرا، ربنا وتحملنا ما لا طاقة لنا، وإصرا كما حملت على الذين من قبلنا.
فجاء واحد من بني إسرائيل ونصح واحد من اليهود وقال له ما يحتاج أنك تقص الثوب، يعني يعني هذا في مشقة أو نوع من هذا الكلام. هذا الذي نصح هذا الرجل عذب يعني في قبره، فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد على هذا الشخص الذي قال له هذا القول، يقول إن الشخص من أسباب عذاب القبر أنه لا يتنزه من البول، لا يتنزه من البول. فقال وما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل، كانوا إذا أصابهم شيء من البول قرضوا بالمقاريض، فنهاهم صاحبهم قال لا يعني لا تبعدوا النجاسة ولا تقصوا النجاسة، فنهاهم صاحبهم عن التنزه من النجاسة، فنهاهم أن يتنزهوا من النجاسة فعذب في قبره. فمعنى ذلك أن من أسباب عذاب القبر أن الشخص لا يتنزه من البول، ومن أسباب عذاب القبر أن الإنسان لا يستتر من البول، ومن أسباب عذاب القبر أن الإنسان يمشي بين الناس بالنميمة ينقل الحديث بين الناس على جهة الإفساد. ولعلنا نقف على تبويب النسائي في قوله باب التنزه عن البول، وأتى بحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان، نجعله في الجلسة القادمة إن شاء الله. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك من تحول عافيتك وزوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، انصر به دينك وعلي به كلمتك. اللهم وفقه ولي عهد لما تحب وترضى. صلى الله على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين.